مشاهير العالم في حفل مباشر لمواجهة كورونا. عالم واحد معا في المنزل هو عنوان الحدث العالمي الكبير اللي جمع عدد كبير من نجوم العالم بحفل مباشر نظمته منظمة الصحة العالمية ومنظمة المواطن العالمي لدعم عدد من المؤسسات الإنسانية والمجتمعية لمكافحة فيروس كورونا، وتعبيرا عن تقديرهم لجهود الأطباء والعاملين في مجال التمريض بجميع أنحاء العالم. وصاحبة هالفكرة هي ليدي غاغا اللي ما قدرت تخفي تأثرها، فبكيت بالفيديو اللي نشرته قبل الحفل على حسابها على إنستغرام. وبالعد التنازلي انطلق الحفل اللي استمر لمدة 8 ساعات عبر منصات عالمية مثل أبل، تويتر، إنستغرام، فيسبوك ويوتيوب وغيرها. وقدموا جيمي فالن، جيمي كيمل وستيفن كولبرت. On behalf of myself and the thousands of Jimmys hosting tonight, we want to thank Global Citizen for making this show possible. بالإضافة لكابي وأوسكار ذا جراوث من برنامج فريند فروم ساسيمي ستريت. Like, just stay home, will ya? وبطاقتها الإيجابية طلت ريتا أورا بالساعة الأولى بأغنية Lonely Together. ليرجعوا ينضم إنها ليام بين بالساعة الثالثة من الحفل. ومن نجوم العالم العربي كانت المشاركة الوحيدة لحسين الجسمي اللي غنى بحبك وحشتيني ومهم جدا، وعبر عن سعادته عبر حسابه على تويتر. مهم جدا بغاني ومواويلي. أما لويس فونزي فقدم أغنيته I Will Never Give Up. وخلال الحفل طال عدد من المشاهير برسائل توعوية ومشاركات لجمع التبرعات مثل جيسيكا باركر، أوبرا، بريانكا تشوبر جونس، إدريسان، سبرينا ألبا، ماثيو ماكونهي، بيونسي وألين ديجنرس وغيرهم. Thank you so much. So listen, I'm going to sing a song now. Lady Gaga said it was cool. Just relax. وشفنا أكثر من ديو بهالليلة مثل جون ليجند وسام سميث بأغنية Stand By Me. Stand By Me. وبيلي آيليش اللي غنت برفقة أخوها فينيس أغنية صني. بينما غنت كاميلا كابيو مع شون مندس اللي عزف على البيانو أغنية It's a Beautiful World. أما تايلور سويفت فطلت بكامل أناقتها بفستان أسود هي وعم تعزف على البيانو أغنية Soon You Will Be Together. لنرجع ونشوف ليدي غاغا بسيمبل لوك، فطلت بشعر مرفوع ولايت ميك اب مع ريد ليبستيك بأغنية سمايل. وبأغنية A Change Is Gonna Come شاركت ليزو بهالحدث. ومن حديقة بيتها ومع اللايتس والكاندلز طلت جي لو وقدمت أغنية بيبل. أما ديفيد وفيكتوريا بيكهام فقدموا ألتون جون اللي غنى I'm Standing Alone. Your blood like when it freezes just like ice that the cold and lonely light just shines from you. وحرص ملومة انه يشارك بهالحفل باغنية كارنفال. والهايلايت كان ختام الحفل بالاغنية المشتركة اللي جمعت سيلين ديون مع ليدي غاغا، جون ليجند، لون لون واندريا بوتشيلي.